بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في الاسئله على شابتر الانتجريشن مانجمنت. السؤال الاول بيقول: The need for not is one of the major driving forces for communication in a project. الاختيارات optimization ولا integrity ولا integration ولا differentiation. optimization الوصول للحل الامثل، integrity الكمال يعني، integration تكامل، differentiation المفاضله او التمييز يعني. فطبعا الاختيار ايه مباشر هو integration. السؤال الثاني بيقول: The customer has accepted the completed project scope. العميل وافق على ال completed project scope، نطاق الاعمال اللي خلص. However, the lessons learned required by the project management office، ال PMO كان طالب ان يبقى فيه lessons learned، have not been completed، لسه ما خلصتش بس هي مطلوبة. What is the status of the project؟ ما هي حالة المشروع؟ الاختيار الاول: The project is incomplete because it needs to be replanned. يتم إعادة تخطيطه. The project is incomplete until all project and product deliverables are complete and accepted. يعتبر غير مكتمل لحد ما تعمل كل الأعمال. الاختيار الثالث: The project is complete because the customer has accepted the deliverables. الاختيار الرابع: The project is complete because it has reached its due date. وصلت للتاريخ الاستحقاق بتاعها يعني. طيب لو حاولنا ان احنا نستبعد اخر اتنين اللي هو is complete، سواء كان عشان موافقة العميل ولا due date، الاتنين دول مستبعدين لان هو لسه ما خلصش، احنا لسه ما زال مطلوب مننا lessons learned في المشروع. الاختيار الاول: ان project incomplete because it needs to be replanned، يتم اعادة تخطيطه. لا، وانا خلاص انا طلعت الdeliverable، فاضل لي بس حاجة بسيطة كده lessons learned، فمش هرجع اعمل planning مرة تانية. فبالتالي الاجابة الصحيحة هي الاختيار التاني: project incomplete until all project and product deliverables. product deliverables قلناها، والproject اللي هي project management work، اعمال ادارة المشروعات، زي من ضمنها lessons learned لسه ما خلصتش، فبالتالي محتاج ان انا اخلصها الاول. يبقى الاجابه الصحيحه هي الاختيار الثاني. السؤال الثالث: When it comes to change the project manager's attention is best focused on. لما نيجي على موضوع التغييرات لازم مدير المشروع يكون مركز قوي على ايه افضل حاجه من دول: making changes ان هو يعمل تغييرات، ولا tracking and recording يتابعها ويسجلها، ولا informing the sponsor of changes يبلغ السponsor الممول على التغييرات دي، ولا preventing unnecessary changes يمنع التغييرات الغير ضرورية. طبعا الإجابة مباشرة، دوره الأهم ان هو يحاول يمنع التغيير الغير ضروري. طيب السؤال الرابع: The customer on a project tells the project manager they have run out of money to pay for the project. يعني قال كاستمر وقال لمدير المشروع معناش فلوس ندفع للمشروع. What should the project manager do first؟ ايه المفروض مدير المشروع يعمله اول حاجة؟ يعني ممكن حاجات كتير تنفع، بس هو عايز بالترتيب، عايز ايه اول حاجة. الاختيار الاول: shift more of the work to later in the schedule to allow time for the customer to get the funds. يعني يرحل الأنشطة اللي كانت المفروض تعمل دلوقتي في الجدول الزمني، يرحلها يأخرها شوية. ولا close project or phase، يغلق المشروع أو المرحلة. ولا stop work، يوقف الأعمال. ولا release part of the project team، يمشي جزء من البروجكت تيم. هو يعني من الأسئلة يعتبر الجدلية شوية، بس هو مقصود بالسؤال ده مش واضح شويه في السؤال، مقصود بيه ان هو خلاص يعني مدير ان الكاستمر نفسه بيقول لمدير المشروع ان احنا مش هنكمل في المشروع تاني يعني، لان مفيش فلوس، فبالتالي المفروض ان هو يعمل كلوز للبروجكت او الفيز. السؤال الخامس بيقول: All of the following are parts of an effective change management plan. جميع ما يلي هو جزء من الافكتيف change management plan، خطة إدارة التغيير، فيما عدا البروسيدجر، ولا ستاندرد ريبورتس، ولا ميتنج، ولا ليسونز ليرند. لو حاولنا ان احنا نستبعد اي خطة، شيء طبيعي ان يبقى فيها بروسيدجرز اجراءات، يبقى فيها ستاندردز فور ريبورتس معايير الريبورتس، يبقى فيها ممكن الميتنجز والقواعد بتاعتها تعمل ازاي. لكن lessons learned دي دروس مستفادة، دي بتيجي بعد الحاجة، دي في النهاية، فبالتالي lessons learned ما تبقاش في الخطة. طيب السؤال السادس بيقول:
A work authorization system can be used to work authorization system اللي هو نظام اعتماد الأعمال ممكن يستخدم لإيه can be used to الاختيار الأول manage who does each activity مين بيعمل إيه الاختيار الثاني manage when and in what sequence work is done يعني بيدير إمتى وبأي sequence هيتم تنفيذ الأعمال الاختيار الثالث manage when each activity is done امتى كل عمل كان بيتم الاختيار الرابع manage who does each activity and when it's done طيب لو حاولنا ان احنا نستبعد الاختيار الاولاني manage who does each activity دي تعتبر في responsibility assignment matrix RAM لان بتتكلم على الافراد مين هم اللي هيعملوا الحاجة الاختيار الاخير برضو بيشمل جزء منها manage who does each activity نفس الشيء برضو responsibility الاختيار الثالث manage when each activity is done دي خاصة بالschedule بس الwork authorization system ما بيبصش للplan هو بيبص هل اتحققت ولا لا بمعنى ان فعلا امتى كان اتنفذ العمل ده وبأي order او اي sequence فالاختيار الصحيح هو B الاختيار الثاني السؤال السابع بيقول A project is plagued by changes to the project charter يعني في تغييرات هتدخل على البروجكت charter ميثاق المشروع Who has the primary responsibility to decide if these changes are necessary مين عنده الصلاحية ان هو يقول التغييرات دي يعني ضرورية ولا لا طالما جينا للشارتر يبقى هو شخص واحد بس اللي بيوافق عليه وهو اللي من حقه انه يغيره هو السبونسر فبالتالي الإجابة المباشرة هي الاختيار الثالث The Sponsor السؤال رقم 8 بيقول Effective Project Integration usually requires an emphasis on Effective Project Integration الفعال يعني أو التكامل إدارة المشروعات الفعال دايما بيحتاج التأكيد على إيه الاختيار الأول The Personal Careers of the Team Members الاختيار الثاني timely updates to the project management plan الاختيار الثالث effective communication at key interface points الاختيار الرابع product control هو طبعا في النوع ده من الأسئلة يعني بتبقى ايه الإجابات كلها يعني تنفع بس هو بيدور على أفضل إجابة التطوير الكاريرز ده شيء مهم بس هل من غيره ممكن الدنيا تقع ولا لا يعني هل هو ده الاكتر واحد تأثيرا او اكتر واحد حرجا او كريتيكال يعني ولا لا فالبيرسونال كاريرز بتاع التيم ممبرز يعني ان انا اطوره وان انا اشوف الناس يعني واعملها ديفلوبمنت لا شك مطلوب بس لو ما طورتش الناس يعني الامور مش هتقع تايملي ابديتس ممكن يحصل ديلي لو ما حصلش تايملي ابديتس للبروجكت مانجمنت بلان يعني مش هتبقى يعني updated طبقا لاخر حاجة الافكتيف كوميونيكيشن ات كي انترفيس دي لا شك انها من اكتر نقط خطورة البرودكت كنترول مهمة طبعا بس يعني من غير الكوميونيكيشن الدنيا ممكن تقع او ان الامور كلها يعني ممكن تبقى مهتزة ويبقى يعني المعلومات ما بتوصلش للناس بشكل صحيح والناس بالتالي ما بتنفذش المطلوب بتنفذ حاجة غير المطلوب تنفذ حاجة تانية خالص فالإفكتيف كوميونيكيشن هو يعتبر أهمهم فالإجابة الصحيحة هي الاختيار الثالث C السؤال التاسع بيقول Integration is done by the مين اللي بيعمل Integration هل Project Manager ولا Team ولا Sponsor ولا Stakeholder الإجابة مباشرة جدا هي البروجكت مانجر شغلة البروجكت مانجر انتجريشن وكوميونيكيشن بشكل رئيسي السؤال العاشر بيقول Which of the following best describes the project manager's role as an integrator أي مما يلي بيصف دور مدير المشروع بشكل أفضل كانتجريتور الاختيار الأول Help team members become familiar with the project بيساعد الأعضاء الفريق إنهم يكونوا يعني متألفين بشكل كويس مع المشروع الاختيار الثاني Put all the pieces of a project into a cohesive whole بيجمع كل أجزاء المشروع في جزء واحد متماسك Put all the pieces of a project into a program بيجمعهم في البرنامج الاختيار الأخير Get all team members together into a cohesive whole بيجمع كل أفراد الفريق في الكل متماسك في شيء واحد متماسك يعني
هو طبعا كلهم لا شك ان هم ينفعوا. الاختيار الثالث ان هو يجمع اجزاء البرنامج في اجزاء المشروع في برنامج زمني، ده مهم. ان هو الاختيار الاول انه يساعد افراد الفريق ان هم يبقوا فاميليار مع المشروع، ده شك لا شك ان هو مهم. الاختيار الاخير جيت اول تيم ممبرز توجذر، يجمع كل افراد الفريق في شيء واحد متماسك، لا شك ان هو مهم. بس الاهم اكتر ويعتبر المظله ليهم كلهم او الحاجه الجنرال قوي، ان هو يجمع جميع اجزاء المشروع في شيء واحد متماسك، دي تعتبر ماسكه كل الاطراف، سواء البيسز في البروجرام ولا التيم ممبرز كلهم وهكذا. فبالتالي الاختيار الصحيح هو الاختيار التاني. السؤال رقم 11: Approved corrective actions are an input to which of the following processes؟ الcorrective actions اللي متوافق عليها تعتبر مدخل لأي من العمليات التالية. الاختيار الأول validate scope، الاختيار الثاني direct and manage project work، الاختيار الثالث develop project charter، الاختيار الرابع develop schedule. برضو هنا السؤال يعتبر مباشر، ان انا خلاص بقى عندي corrective action متوافق عليها، انا خلاص المفروض ابدأ ان انا انفذها. فالاجابة الصحيحة هي direct and manage project work. السؤال رقم 12 بيقول double declining balance is a form of. الطريقة بتاعت ال double declining balance هي نموذج من ايه؟ من decelerated depreciation، الاهلاك المتباطئ مش المتسارع، ولا straight line depreciation، اهلاك بس يعني منتظم، ولا accelerated depreciation، اهلاك متسارع، ولا life cycle costing. لا شك ان الاجابة مباشرة هي accelerated depreciation، هو اهلاك متسارع، لان هي بتهلك في السنوات الاولى بشكل اسرع. السؤال رقم 13: which of the following best describes what a project charter may be used for when the work is being completed؟ اي مما يلي بيصف بشكل افضل what project charter may be used، هيستخدم في ايه البروجكت charter؟ for when the work is being completed، لما يخلص when the work is being completed، لما يكون خلصت الأعمال. الاختيار الأول to make sure all the team members are rewarded، يتأكد إن جميع أفراد الفريق تم مكافأتهم. الاختيار الثاني to help determine if a scope change should be approved، هل في تغيير أو scope change، تغيير في نطاق الأعمال المفروض يتوافق عليه، ولا to assess the effectiveness of the change control system، عشان تأكد من فعالية ال change control system، ولا to make sure that all the documentation on the project is completed، عشان تأكد ان جميع التوثيقات في المشروع اكتملت. يعني لو حاولنا ان احنا نستبعد الاختيار الاول ال members rewarded، ال rewarding system ملوش علاقة بال charter. الاختيار الثالث assess effectiveness of change control system، نفس الشيء ال change control system مش موجود في الشارتر. الاختيار الرابع make sure all documentation on the project is completed، الشارتر مش هيبقى يعني متطرق لموضوع الدوكيومنتيشن يعني، لكن الشارتر ممكن الاقي فيه جزء عن السكوب، السكوب ستيتمنت او الستيتمنت اوف ورك، فممكن ده هو اللي ممكن يساعدني. فالاختيار الثاني to help determine if a scope change should be approved ولا لا، فده يعني ايه يعتبر هو الاختيار الصحيح. السؤال رقم 14: which of the following best describes a project management plan، اي مما يلي يصف بشكل كويس خطه اداره المشروع. الاختيار الاول print out from project management software، يعني حاجه output طالع بس من السوفت وير بتاع البروجكت مانجمنت، bar chart يعني يقصد بيه التايم سكيدجول يعني، ولا risk human resource process improvement and other management plans، ولا البروجكت سكوب. طبعا لا شك ان ايه ان الاشمل والاعم هو الاختيار الثالث سي، اللي تشمل كل الكلام ده risk human resource process improvement and other management plans. طيب نكتفي بالقدر ده بالنسبه للاسئله، وبكده يبقى خلصنا الاسئله على الانتجريشن.